السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام. جاي مع القافلة؟ مع القافلة، جيتك من أقصى الشرق. حياك. من دير الزور. إيش الرسالة اللي حاملينها؟ إحنا الحمد لله هاي ثاني رسالة نوصلها. أول رسالة هي كسرنا الحواجز، وهسه واقفين مع أخوتنا بالشمال السوري لنثبت للعالم كلياته إن إحنا شعب واحد، ما حدا يفرقنا، جينا ألمنا واحد وجسدنا واحد. الله يحفظك. الشاحنات قديش عددهم؟ بإيش محملين؟ من وين جمعتوهم؟ الشاحنات عددهم 80 شاحنة بفضل الله عز وجل، لساتنا على المعابر ولحقتنا 50 شاحنة، وخبرونا الشباب هلا بدير الزرعة عم يجهزوا كمان 100 شاحنة، إن شاء الله راح تكون عندكم بالوقت القريب إن شاء الله. من مين تم جمعهم هدولي؟ هدول كلهم جمعوا من الأهالي، يعني من الأهل للأهل. الله يحفظك يا رب. أنت أهل الأول والله. وأنت أكثر شخص أنا متابعك، وأكثر كلمة حركت مشاعرنا كليات انقطع الأنين. يابا الله يحفظك يا رب ويستر عليك. انتوا اهل الفزعه وانتوا اهل الاول. الله يجزاك خير يا رب. نورتوا ادلب والله، نورتوا الشمال السوري عموما. الله يجبر خاطركم يا رب. اذا لا تزال القوافل تدخل الى مناطق شمال غرب سوريا. هذه فزعه اهلنا في دير الزور، فزعه العشائر العربيه لاهلهم المنكوبين في شمال غرب سوريا، بالاضافه ايضا لشاحنات وقوافل دخلت من عده مناطق، بينها مناطق اقليم كردستان والأهالي في إقليم كردستان العراق، وعموم العراق أيضا أرسلوا قوافل إلى مناطق شمال غرب سوريا لإغاثة المنكوبين في الزلزال وتقديم يد العون لأهلهم الذين تضرروا في هذا الزلزال. محمد فيصل، ريف إدلب.